ابن خلدون في قلعة ابن سلامة. يصل ابن خلدون إلى تلمسان فيجد بها صديقه وخصمه السابق السلطان أبو حمو الذي يجدد صداقته بابن خلدون في مقابل تكليفه بمهمة سياسية لدى بعض القبائل. هنا وفي ضوء القرار الحاسم الذي اتخذه ابن خلدون باعتزال الحياة السياسية والتفرغ للإنتاج العلمي، يتظاهر بالاستجابة لمطلب السلطان ويخرج من تلمسان متجها إلى الوجهة التي أوفده إليها السلطان، لكنه وفي منتصف الطريق ينحرف في اتجاه أصدقائه قبائل أولاد عريف فيلقونه بالاحتفاء والتكريم ويتوسطون لدى السلطان أبو حمو حتى يقبل اعتذاره ويرسل إليه عائلته، فينزلون جميعا في مكان يقال له قلعة ابن سلامة ضيوفا على أولاد عريف. قضى ابن خلدون في ذلك المكان ما يقرب من 4 أعوام، تمتع فيها بالاستقرار والهدوء وتفرغ خلالها للدراسة والتأليف، فأنجز مؤلفه التاريخي الشهير ذلك البحث الذي استحق عليه لقب مؤسس علم الاجتماع، وبدأ بكتابة مقدمة لذلك البحث اشتهرت فيما بعد باسم مقدمة ابن خلدون، تناول فيها شؤون المجتمع الإنساني وقوانينه. كان ابن خلدون في ذلك الوقت قد بلغ 45 من عمره، فجاء قرار التفرغ للإنتاج العلمي في الوقت الذي نضجت فيه معارفه وتفاعلت مع خبراته العلمية الواسعة في شؤون البشر ومجتمعاتهم. انتهى ابن خلدون من كتابة المقدمة في 5 أشهر فقط، وفي هذا يقول: أقمت بها، أي قلعة ابن سلامة، 4 أعوام متخليا عن الشواغل كلها، وشرعت في تأليف هذا الكتاب وأنا مقيم بها، وأكملت المقدمة منه على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة. فسالت فيها شآبيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخضت زبدتها وتألفت نتائجها. أخذ ابن خلدون يراجع ما كتبه ثم يواصل الكتابة ويتفرغ للمراجعة حتى انتهى من الشكل المبدئي لكتابه الشهير كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. اعتمد ابن خلدون في عمله على ذاكرته وعلى المراجع القليلة المتوفرة في مكانه ذلك، غير أنه وصل في عمله إلى مرحلة أحس فيها بحاجته الشديدة إلى المراجع التي لا بد أن يعتمد عليها في تأصيل بحثه، وأدرك استحالة الاستمرار في عمله بقلعة ابن سلامة، فاعتزم العودة إلى وطنه الأصلي تونس، حيث يجد في كتاباتها كل ما يحتاج إليه من معلومات. كان سلطان تونس في ذلك الوقت هو أبو العباس الذي سبق لابن خلدون أن فر منه إلى بسكرة وشارك في تأليب القبائل عليه أكثر من مرة، ولذا كان من الضروري أن يكتب إليه طلب الصفح والإذن بالقدوم إلى تونس. وفي عام 1378 ميلادية موافق ل 780 هجرية غادر ابن خلدون قلعة ابن سلامة متجها إلى تونس بعد أن وصله عفو السلطان وموافقته. وصل ابن خلدون إلى مسقط رأسه بعد غيبة طويلة، فأهيأ لأسرته مقاما مستقرا وعكف على البحث والاطلاع حتى أتم مؤلفه ونقحه وهذبه ورفع نسخة منه إلى السلطان أبي العباس،
في أوائل عام 1382 ميلادية، أي موافق 784 هجرية، فتقبلها السلطان أبي العباس قبولا حسنا. ثم يواصل ابن خلدون عمله العلمي، ويقوم في نفس الوقت بالتدريس لطلبة العلم، وقد اتسعت حلقة الدرس الخاصة به، وهاجر إليها طلاب العلم في الحلقات الأخرى، ومن بينها حلقة رئيس قضاة تونس. فأكلت الغيرة قلب رئيس القضاة، وأخذ يدس لابن خلدون عند السلطان أبي العباس، ويحذره من عودة ابن خلدون إلى سابق عهده في تأليب القبائل وإثارة الاضطرابات. وكان السلطان قد اصطحب ابن خلدون في حرب من حروبه، وقبل ابن خلدون مرغما على سبيل المجاملة، فخشي ابن خلدون أن يعود السلطان إلى اصطحابه في حرب تالية والزج به مرة ثانية في عالم السياسة الذي ضاق به، كما أحس بالأحقاد التي ينفثها رئيس القضاة، فقرر مغادرة تونس، وكان أسلم عذر يقبله السلطان، وهو أن يطلب السماح له بالحج إلى بيت الله وقضاء الفريضة. ما أن وافق السلطان حتى انطلق ابن خلدون إلى ميناء تونس يبحث عن أول سفينة مبحرة، فوجدها سفينة لتجار الإسكندرية تأهبت للإبحار إليها. وفي موكب مهيب توجه جمع من الأعيان والأصدقاء والتلاميذ لوداع الأستاذ الجليل عبد الرحمن بن خلدون، وكأنهم يحسون وداعهم له هو الوداع الأخير. وهكذا ودع ابن خلدون الشاطئ التونسي في طريقه إلى الإسكندرية عام 1382 ميلادية. الحلقة المقبلة، ابن خلدون في مصر.